فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، إن نعم الله على خلقه كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أجل النعم وأعظمها نعمة الهداية إلى دين الله الإسلام. هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده، فلن يقبل من أحد دينا سواه. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلينا معاشر المسلمين أن نستشعر هذه النعمة في كل زمان وفي كل مكان، نستشعر هذه النعمة وهذه المنة العظيمة التي من الله تعالى بها علينا حين وفقنا وهدانا إلى دين الإسلام، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وبعث إلينا خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه وعلينا أفضل كتبه وخيرها هو القرآن الكريم الذي فيه كل خير وسعادة في العاجل والآجل، وفيه الدعوة إلى كل ما فيه صلاح العباد وصلاحهم في دنياهم وأخراهم، وفيه التحذير من كل ما فيه هلاكهم في الدين والدنيا والآخرة. فكم من الخير الذي يجنيه المسلمون إذا هم تمسكوا بهذا الدين وعملوا بما جاء به القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وعد الله، ووعده حق لا يخلف، وعد المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض بشرط أن يكونوا مؤمنين حقا. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تبارك وتعالى أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهؤلاء المشار إليهم في هذا الحديث وتلك الآية إنما هم المتمسكون بالقرآن والسنة. إذن
فلا مكان للجهل في قلوب أهل الإيمان ما داموا عاملين بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغت قوة عدوهم من يهود أو نصارى أو غيرهم، ومهما فعلوا فإن ذلك كله إلى زوال، ثم يكون النصر والتمكين للمؤمنين والعاقبة للمتقين. بعدين بلما سبا ما تكلم كون بدي ما روني النابلو بجنب كثروا من النابلو مخوية أن إمبالي مسلم والبي بتنقوا جنة على بلو تبارك وتعالى نن يلا جويالا أن إمبالي جول بموبيلة ألا رمبالي مسلم والبي نن ألا يمن كنده ولم كنده جوات موت من في الدولة وتعمى ألا يمكنده بل نن ألا يمن فنن في الاندي ولم في البنتو دي موت من كنده ولا بسيدي ألا بدن كنه ألا بسغن نن نكو سنتكير من كبت تونيا كان نامن على تبارك وتعالى أدم مالم أمام فلان سطو أمام كفنيو سطو أمام دنيو سطو سبحانه وتعالى بسيدي ألا قدن كن بسغن بدن كنه ألا محمد صلى الله عليه وسلم على الجمل ماتي على كيلا ريام ولماتي كنا في سون النمو باي أنا على بندن كيولو أنا على نمجور سنولو أنا على صاحي بولو أنا مومو بلتا نوما فجميع الكيامان وقال أمباري بولو على لنكو كتامن تونيايات كتال ديك ولم ألتل لدالو القرآن الكريم برسلو من فنان كندتا أتينتا كتام بسلو البلو ولم يكن لنا إيمان السلوة على سنة ولا على كريم صلى الله عليه وآله وسلم كما يمثل أن جوية رسام البيت ولم يكن لنا بدا القول فنسون قول كوكتور لمن من دين أخرى آيات رسيلة من ننكا عليه الصلاة والسلام ونين يأتوا المارين ونياخر نيونا كيلا عليه الصلاة والسلام أتلقوا القول جوية تقول بيته كان يمكن لنا خطبه لكي أخي يمثل على خطبه لكي إن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وبدن قول مربيه والبيه في البنكيال في البنكيال لم يكن وجنبا عما علينا كنا في البيت وقول أمباد المسلمون حلال كه من ستلى للنيمون على ذات ملكم والسيات لكينيالا موضيكا قنجنو موضيكا دنو إكو نعم ألك الله نعم تبارك وتعالى أكو نالك ألك على النعم وللقنتي ألتا قنتو بلندينو لك على النعم والسياتا كم من يالوكم مدور لون من دور لون على ما عليه سكرة على النعم والكنك بروا النعم والفنم من كلن كياتا ونعم والبك أورتا ونعم والبك ولما ستلال النعم ومما كل إيمان يا مولي برين تمو من ناي كنندي اي كليندي كتا مسنيا دينو كان من دينو من دينو ما يالونكو على الدنيا تولاي ك دينو دي على جون باب الدين ومننا ات دينا كوتم متلا مو كوتم بلو بريا بتو دينو لا نامن ك مسنيا دينو على لا يخ تبارك وتعالى كو ان الدين عند الله الاسلام دينو على يا تبارك وتعالى والمسلمين ولا دينا تونيا دينا تونيا ما يالونكو على كدنيا على جون يقوي ولك دينو تينا كما ولم تسمي دينو على فآية قد يتعقو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه موما يدين قد متيخي ممن كمسلمياتي على كلا كوم تليبون فرق وكما بعد المسلمون ينتم السيو وقنتان برنتم ومن على ينك مسلم ولك برنتم ومن على ينكنا ينتم وقنتان مسلمياتي وسام نياكا نابو دينا قتم مولسي هل يمرسل إلو الدين مباتر دينو لك أكد يهوديات بم أكد نسار آيات على تلالي وكتبارك وتعالى وكبالي مسلمون أن ينسى مسلمون ما يملك النواجب لك جمالي وجمالي أن ينكرا ودنكرا فريا ينمو كلمتا على ينكا برنجم ومن أي كندل أي من تابين أي ترند مسلمين دينوك anaake mantul be samanjo anaake mantul be samanjo anata la kilare amul be sayaro be muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wati kam anata la kitabul fadan be samanjo min al qur'anati ay wati ndikam al qur'anu me yalanko kayo sifa be beje kunna dia sifa be beje
dunia jani daga kilo bege kata kendea kan kata ganyo kan kada madimoye dunia jam anil daga maslan biro faran bege kabo kuja wol wobe men simo torano men simo halakino dunia jam anil daga otam badi simo kairo siya muslim wolbe men sala moto men kontino la natar nun ko enin dino muta nem muslim ya natar nun ko al qur'an karam ya lam mudabeje ibarata anin kila sunno sallallahu alaihi wa sallam ala bin tabarak wa ta'ala ilahi do kele andala lahi do buka koma abu kawali ako ay mu'minu lillahi bide men ya lu fi imaniyata ya ala kelimati batola imam fulaka fama ala ilahi da ko وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات على الإيمان يا مول الله دا القرى عن من مباركة بارك دول له أي لا هدم له ولم أبيك لخلفاء والتبنكوكا ولم أبيك سبت لبنكوكا سبت دنيا لم يالون كذا سنبو دي ليلة لا يستخلفنهم دا إكو نعمل أي مولك خلفاء والتبنكوكا نعمل من مبيت المياد جنيك الكرى adwa be la dino fanam ma fandilen dino me yalon ka dunyata fur wala ke dino wala muslima dino adwa be la silam fanam falin nakake la maniya ke silala khodak ke silala tanna na man karak ka du hadama dum muslimo ni silan ta alala ke buka silan no tanna ko na man karak bar ni man silan alala ala si silan di tanna men ta fanti e ko yam be ke muslimo la wa nin silanta alala ngati mutamman sakriwa nte silala tenna kotanki amari la sembo kata nyawanyam ala sila maniyan bar nimman silan alala ala sin silan di tenna meya lanku wante tenna ala sila tabaraka wa ta'ala biraya wala hidodi ay sharato le londala wala mintiko mbe kalali imani ya mo kendo lelji mbe alabatula nte fula kafula lama tabaraka wa ta'ala ko ya abudunani لا يشركون بي شيئا الا يا فؤاد اقف انا لننصر رسلنا اقم بنك الى ريام الفاصل لك بيد مالك والذين امنوا ان الايمان يامر في الحياه الدنيا دنيا بل وفر جنب ويوم يقوم الاشهاد ان لمن سيد البلول كسيد يا رود كسيد يا رودي ولم الك يا ملوك لوم يا لنكو tonyer nalu kafirolu nafikol ila lanjur danto tena sana sanna wono danko be sujawo be num jahannam alma la intanka tila nim ma sallallahu alaihi wasallam kadam ayin sundo mo tan kundi ko ala nim manto ni lota ala kilo kam man satalla ti fasa ijawul kam ijawul la sim wota nyawnya tila ali sallallahu alaihi wasallam abanka ko ako man satalla e banko tilibo na tilji be tan dalal عند قال منطول المنطول جمالا المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة وهم المؤمنون ولم لمن يعمل من يدنك كلالا يدنك كلالا كلالا صلى الله عليه وسلم أكو فرأيت مشارقها ومغاربها أكو مبان قوت لبونات الجيبجل أتلا لجيرين دروكا أكو إن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل منها أدو على تبارك وتعالى aben man tolla maralo futan la dawda ala injirin damen wato na do nyama muslimol nyanta lala ala allah dolal dino muta e nyanta lala kila himma ala allah dolal e dino muta e kana ko majube e kana tarasikan sikandi kila sallallahu alaihi wasallam hadithu rako la tazalu qa'ifatu min ummati ala alhaq mansura ako kafote daha la kasata man tolko men yalanko ibe terla to nyamu tarinne bar ni be wal halo nyama man satalla be terle fa tarinne abe de mala fanam mote torano la meye nyaka tire ne fata ay khadalahu adu mote torano la fanam meye wali nyoya hatta yati amru allah wajanni allah kunyal bineka hum zahirun ibe terla san dro nim mol me nyango khilafe choditen ni hadisotu ani wo mol men yalon ko man satalla ilahi bi wa ayatu min tambida walla mol men yalon ko ya alquran wa muta e tilani ma la sunna muta
sallallahu alayhi wa alihi wasallam oto nabe o nyama manyan ka jiklatay min shartin fil limani amul fi haqqan manyan ka jiklatay limani amul manyan ka jiklatay ma damu amilin bil qur'an la tarnun ko bi baraka al qur'an wala anin kila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam han min jawl sembo wa tanyonya han ni la kol set nyonya ini la sembo wa robe ini la kusia de wa bebe fashallal yani wa bebe fellale wa be dan dulale bala thumma yakunu an-nasru wa at-tamkin fi ahli al-iman wa qala man sallal dimaro ana la fasaro ana la bambandiro abekal liman ya mulay wal aqibatu lil muttaqin laban labanya nyimma be kala nya sallanna le o dal nde ma kala nya sallanna fo ala ni lahido asitonya enye bi waran to sini tambadi muslimolo be ala dan tabaraka wa taala fasin nal beke liman ya tonya yari mo molti asin ke molt men ya lanko be terla lari man satalla la lahidola be terla lari man satalla la fasarola aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المؤمنون عباد الله، قد آل الأوان أن يرجع المسلمون رجوعا حقا إلى دينهم الصحيح تعلما وتعليما وعملا عقيدة وعملا وأخلاقا. وإن الناظر في مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية الأفريقية يرى عجبا، يرى رجالا عقلاء فيما يرى الناس يحرصون كل الحرص على تعليم أولادهم وبناتهم العلوم الدنيوية مهما كلفهم ذلك من أموال وجهود، يبنون بذلك مستقبلهم كما زعموا، في الوقت الذي يهملون تعليمهم القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا الحنيف وأمرنا الله تبارك وتعالى بالتأدب بها، وهم مع ذلك ينتظرون من أولئك الأبناء والبنات أن يكونوا رجالا ونساء صالحين وصالحات. وهيهات هيهات أن يكون صالحا من أعرض عن القرآن والسنة، إذ كيف يكون صالحا من لا يعرف الطريق إلى الصلاح؟ وطريق الصلاح والفلاح إنما هو تعلم القرآن والسنة. عباد الله، آل الأوان أن ندرك أنفسنا قبل فوات الفرصة، قبل أن يأتي الموت بغتة، وحينئذ لا ينفع الندم ولا يمكن التدارك. من أجل ذلك فواجب علينا يا معشر المسلمين أن نربي أنفسنا على القرآن والسنة، وأن يكون لهما مكان ومكانة في حياتنا في بيوتنا، وأن نربي على ذلك أبناءنا وبناتنا حتى تستقيم أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة. فهذه الأخلاقيات المشينة التي نراها وللأسف في الأبناء والبنات ويمقتها كل ذي دين وعقل، إنما هي من آثار غياب الدين الصحيح ومن نتائج إعراضنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالولد الذي رباه والده على أخلاق القرآن والسنة لن تراه أبدا إن شاء الله مروجا للمخدرات أو شاربا للخمور أو ساعيا في الأرض فسادا سرقة ونهبا لأموال الناس. وكذلك البنت التي تربت على القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة الكريمة منذ صغرها لا يمكن أن تخرج إلى الشارع وهي عارية كأنها مجنونة أو شيطانة،
تفتن الناس في كل مكان كما هو الحاصل في مجتمعاتنا الإسلامية من غير نكير. فإلى الله الشكوى وهو سبحانه المسؤول أن يقي عباده وبلاده من شرور هؤلاء وسوء عاقبة أفعاله. بعد أن قلت لك ما سبب من تكلمك إكون يامي وخلت على جولي أفن تنيامي مسيدة يا لقدنك قاتل مبت من سكلوه من تونيا يا تكبتو سموسن كبتو على كولا أبتو واتر والج أتمونا فارا دنيا جام سقف اللاتر مسيدة يا لقدنك ومحمد صلى الله عليه وسلم على جولي ماتي أنا لك إلى ريامو أكمولك كمندي كتامان ستلا الدنيا لكم كي جنفندي على جسوبولا على ما عليهم تنكروا جسوبولا كي صون النمو باي أنا لبندن كيلو أنا لصاحبولو أنا مومو بلتي نوما وجنن على البنكو كيدالا أنا انتوثم بنكوكا أتل لما نعمولو أتل على الجولو نكو واتو سيتالي فر مسلمو ليمو لديو كان murnya la miyalon ka be tonya yare fanne ne o temento nafiki ya temento kata le dino kam miyalon ko lam dina sahyaari wati abe tonya yare e ko nyaama alquran o ay tandina yane anin kila la sunno sallallahu alaihi wasallam kakaran anin kakarandi anin kabaral dino ko lam be dandin dan kene yala tafundiro sondo mo koro anin men be dandin barola anin daji ka kendolla barinko nimme ye feleroke nimme ye duberoke na muslime kunda la sakofa na afrika muslime kunda isika ko ge me yalon ko ibuka da wondino isi mol je men yalon ko mo hakri mal lamuti mol la jero ci wolni musul ndol ka ye ko mo hakri mal lamuti wo mo sifalu ikatara ndo siari min nako ke diwol karandi duniya karama sifa be latu waye foste mo fenna waye to mo fenni wul na fulo anin duru ko todo e do be kelatu tembo me yalon ko e kanyina waranto ke fanyina di nyinako ke diwol karandi dina karama la mimmo alquranoti anin kila la sunno sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni be karan law duniya londo la ikanyine fo faye ko ike dimol la samal dada furnyin kamala same sik palasti bal same sik maqamati bal same sik nafulti bal sama sik mo bal di society kon Allahu akbar bari kanyina warante ke fanyinan di nyin nako ke karande alquran la anin kila la sunno sallallahu alaihi wasallam anin dajika kendol men yalon ko walla nata alquran wa qur'an an inki la rasulullah qur'an sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikon yami alayn daji kon di yami tulli man yamul alama lan nal bikri man yamul wonyonyo ikatara dikri nin nako ila wadi wal man yalon ko e kran di dunya lon dolla ye ko din alquran la an inki la rasulullah sallallahu alayhi wasallam ikatara dikri nko wol bina kalam mo kendol lati ko hayhat ata kenola mota kenola mo kendot meyalon ko aya kodi dinola membe alquran wa qur'an anin kila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibe kenola mo kendot nyabiye aya tare ke man kendya silolom ite kenola mo kendot aya tare man silolom men kam mo samba kendya kam wo silo walam ka qur'an wa qur'an anin kila la sunno sallallahu alaihi wasallam anin kabare la atadan nani ya kan kensan alon do be no kan aya tare se barala aya ta mufti sunno mo kono um la ti kul al halul al ma alim be tan ko barin ko mota kende ya nola memman silolon kata kende ya kan kambalan badi muslimolun ko wato sitale furungam santarandi wato sita furungam hantarandi alinna dimbayalu jannin atara wato bina tubo temuta la wato men jannin sabilan kan ayin tarandi wotembo nimso te na kala wotembo yete hantarandi no
وكمل أن ينتم المسلمون نعم فهم كلو ما فرم فهم الله نعم فهم كلو القرآن ولا أن ينقل رسوله صلى الله عليه وسلم نعم القرآن إبطلا سوسة النبوة الكنا أن ينقل رسوله القرآن يدين كراسة سنم الكنا أن ينقل رسوله صلى الله عليه وسلم إبطلا سوسة يدين كراسة نبلو كنا نلول بلو كنا أدون nga katam nan diwul fanam kulu daji kolla al qur'an min na tankam anin kila sunno sallallahu alaihi wa sallam ikra di musul tibam waran do kala din kewal fonna al halu fikrin benin ko wat wonen kono millata wa nyaadu sot sila kilin ne dola dul muslimulu wulam madino muta kana min fulak kana muta nin kher kher wala nin sikan sikaw wa mutani sobe yala ani ngur koto isa janna al halul sibataya nsinya to soto nse kundum kol nse bonin to ko ke fanyol e ko nyamen na mo folo kendol ta fanyale kila na la sahibul ani men do noma men do tabiba kamal la kibarul karam bu kolto alama alani malim isa ja fanan sikuna biya soto dunya janillah kadun ko min dalika jawol men keje na misme kundal keje dim musol la karola warantum din ce wala karola min dalika kurmol men yalon ko hakri ma be ka kon son do wala ta ko fan dinati dinati be ka konne hakri ma be di so be borin min dalji kol la karola na society ko o be semma sab so birin tambo min dina kendo aman la fi kasr al society al madina kan wasran al society ko wata keno la foni al qur'an o karam wa kila rasulullah karam sallallahu alaihi wasallam mubarak ila karam ninga karam mubarak ala iko nyame alayya mar nyame kila en tilim di nyame sallallahu alaihi wasallam dan mun tanin dadi ka jawal jalan na mujtama'atul ko wala na misne kun dal ko dinno me yalon ko kambandiwo afaya kulu kabira dindi alquran karawla kila sunno karawla dino kanola nko itaje la sinin ni wonenta ayke duro marat ayke tay sabala ayke dole minnat ayke tijarnati banko kam ayke suboti ayke molla nafulo nyatin kandira jama ni jara insha Allah ta'ala adonya sunkudi no men fana yalo ko ala alfal ya kulu ni alquran wala أن ينكل على سنة صلى الله عليه وآله وسلم كبراد دماء إتوجل إن شاء الله نام من توقر وكنت وكفنت بدوكم إكام من تنيامات مصو ورانك سنتان مصو أبي مول فتنة له دينكرال بيتوكم فإنا لله وإنا إليه راجعون والحال البكير الناس سايت القرى موبك لفستطلع من باقنا ita han leya fa en medo kan nimman be ta asi sambal wa ya nula wa min kay ta yawk Allahu akbar wa tawfi ila Allah ash-shaku alima ko nim na samale alaka bari to kana daw fanan damala ngam famol dada ngam na dimbal dada iko nyal la ya mar nyal sul qur'an karim ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar alal fan 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 atul liman yamul alal fan tan kana la dimbalu alla musolu al dinkewul dimusolu alal fan tan ka dimbala yan kan katola dimbala yalo ko wakuduha an-nas al hijara alayha malaikatu ghilaz shidad dimbala na malakum hada badu lay an imberolu malaika kalamul baquna ne yalo ko alla yablaku ka kanta la ya'sun allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun tambadu muslimulu ko من الهالون من سماء الله تبارك وتعالى من سبب سكلنكم يا لونكم أتلم ديك من صوتي فراس على جمال تنكا فراس على بانكو تنكا إن دايك جو سيفا الماء من يا لونك بجن جندين دين كرال بيت ماري على دكارك اسم ما يقوي كلورو له قاتل بيت الأمباد المسلمون من سن قلياتا هذا بدي أقول بلوك ونساكم مسلمون بر كلورو فنن قلياتا bar ni te te do kulu la bun kono
nafin zan bedo kan bedo ka tinyale ni take di wakuri la gun kora nay television channel jube wol ka tinyale oto men mos men ka dro wol mi yebulo la alay sudo tini fasi ma koy aye ke mo kendoti aye mo kendol fanam gondi bala aye di wol la kunu ya sona ndiye aye kayan diye ka ko ko ni ala sona ndo ka sona ala ma ala kunu ro sona ndinye anim badi muslimul be ala ma ala ndaji kol betandi anim dimolu anin nam solo anin na dimu solo ala ma ala kunyal be sona ndimbulu ala ma ala kila ni min dino la ay jarabin dala ay tirindi ay lundi dino kan ko jenni ala barakata rabbu sallallahu ala ma ujamkana nal bela هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمرنا الله وإياكم بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون